في شأن سوري، قتل 17 مدنيا وأصيب أكثر من 30 آخرين في غارات شنتها مقاتلات روسية على بلدتين في ريف حلب الشمالية. وأفادت مصادر ميدانية بأن الطائرات الروسية نفذت غارتين جويتين بصواريخ فراغية أودت بحياة طفلين في بلدة حيان و15 آخرين في بلدة معرستة الخان، بينما تواصل فرق الإسعاف انتشال الجثث وإسعاف الجرحى.